بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم أجمل تحية هنا من ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم، يوم الجمعة 16 من فبراير لعام 2024، في انطلاقات هذا اليوم، حيث نذهب إلى سن الكبار من الحولي والزمول. وفي برنامج هذا اليوم 16 شوطا خاصة بهذه الفئة العمرية، منها 4 أشواط هي خاصة بأشواط الإنتاج والمنتجين. في هذه اللحظات الاستعداد لانطلاقة أول الأشواط مع الحول المحليات الأصايل التي ستبدأ الصراع. المنافسة على 8 كيلومترات هي المسافة المرتقبة لهذه الفئة العمرية بالتنافس والتحدي، وفي ساعة الترقب لانطلاقة آخر تمهيديات هذا الموسم على أرضية ميدان المرموم. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم في هذا اللقاء، في هذا التحدي والصراع الجميل، حيث تبدأ المحليات الأصايل بالتنافس مع أول انطلاقات هذا اليوم من هذه الفئة العمرية بالتنافس، وفي لقاء جميل عبر قناة دبي ريسينج، وكذلك مع مخرج هذا السباق وليد البارودي وطاقم العمل الفني. يحييكم دائما أجمل تحية. نذهب مباشرة إلى أول تحديات اللقاء، وتبدأ في هذه اللحظات مصيحة بالترقب الأول لسعيد بن عبيد الحميري، تظهر بأول ظهور من خلال المنافسة والانطلاقات. بينما المركز الثاني، في المركز الثاني وصلت العاند، تعود ملكيتها لسالم بن نايع بالشاوي الغفلي محتلا المركز الثاني، يأتي مع وجود العاند. أما المركز الثالث فتتواجد مصيحة حميد بن سلطان بالكديدة مقدما كذلك لنا هذا الاسم. بينما يأتي العنوان الآخر، عنوان مع الرموز والتحدي والتنافس، حيث تتقدم أمطار لأحمد بن راشد بن غانم بن المنصوري صاحبة الشلفة في ميدان التحدي ميدان الشحانية. تظهر هنا في هذه اللحظات لتشاركنا انطلاقات هذا اليوم مع فخامة اللقاء وتحدي الكبار. بينما نذهب إلى شعار الشقي الصغير حمدان بن سعيد بن يابر، وتظهر هنا في هذه اللحظات رغد لتتقدم إلى المركز الخامس. المركز السادس شعار بالخصم مقدما حاضرا مع نوايا، هنا في هذا اللقاء عبد الله أو سلطان بن علي بالخصم الاكتبي على المركز السادس. بينما المركز السابع، هذه فخامة لعبد الله بن حميد بن غاسي العمري، يقدم فخامة تتواجد على المركز السابع. المركز الثامن نذهب مباشرة إلى في هذه اللحظات إلى الذيبة، وملكيته لغانم بن يمعة بن مطر الراشدي. بينما معتادة تتقدم بشعار سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي الشاعر المميز. انتقل للمركز العاشر، حيث يتقدم شعار بن واسة مع تواجد مياسة عبد الله بن علي بن واسة الاكتبي. ها هي النتيجة للمراكز المتقدمة، للمراكز الحاضرة، للمراكز المنافسة على تحديات هذا الشوط وتحديات أول أشواط المحليات الأصايل من الكبار. في هذه اللحظات نذهب إلى العاند، هي المعاندة تماما للجميع، وتنتقل إلى مقدمة الشوط. هنا سالم بن نايع بن سالم الغفلي وأهالي مهذب على طريق التحدي والتنافس والنجاح. ها هي أمامكم العاند بالمركز الأول. بينما المركز الثاني، المركز الثاني هناك مصيحة مصيحة من المرموم للمرموم، تبغي السلام حميد بن سلطان بالكديدة، ياتي ويقدم لنا كذلك الاسم الآخر في التنافس والتحدي. أمطار تتواجد على المركز الثالث، مشاركة من مشاركات هذا الموسم ومن هذه الذلل التي سجلت اسمها بحروف من ذهب في عالم سباقات الهجن.
أمطار لأحمد بن راشد بن غانم. المنصوري يحضر على المركز الثالث بينما المركز الرابع، المركز الرابع هنا مصيحة قادمة، سعيد بن عبيد الحميري واصلا ومتقدما مع وجود مصيحة في مشاركة هذا اللقاء الأول لهذا اليوم. بينما المركز الخامس، الخامس ابتعاد هذه الأربع عن بقية المراكز، وهنا بالخصم يقدم لنا مشاهدين الكرام نواية سلطان بن علي بالخصم الاكتبي، يحتل المركز الخامس. رغد في المركز السادس لحمدان بن سعيد بن يابر. يأتي في المركز السادس مشاهدين الأعزاء المركز السابع مياسة عبد الله بن علي بن واسة، يقدم مياسة على سابع المراكز بينما تصل مذهلة. كذلك من الأسماء المهمة والمشاركة دائما في أشواط مميزة مبارك بن سلطان بن رفيسة الاكتبي، يحتل الآن المركز الثامن. المركز التاسع معتادة لسعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي، والمركز العاشر هنا العمري يتقدم بن غاسي مع وجود فخامة عبد الله بن حميد بن غاسي العمري على المركز العاشر. ها هي النتيجة للعشر الأسماء المنطلقة مشاهدين الكرام، تحدي وتنافس كبير بين أسماء عملاقة تشاركنا في انطلاقات أول الأشواط الصباحية، أول منافسات هذا اليوم ما شاء الله من الحول والزمول. ولكن تبقى المهمة دائما في انطلاقة فخامة الأشواط ومنافسة الكبار. العاند لا زالت مسيطرة هناك بينها وبين مصيحة، مصيحة والعاند، مصيحة لحميد بن سلطان بالكديدة والعاند لسالم بن نايع الغفلي، الثنتين في صراع منذ بداية الانطلاق، الكل يريد يعاند الآخر ولكن تنتصف المسافة مع الكبار ومع الاندفاع اللي قدمته هؤلاء من خلال هذه اللحظات. شوف الآن العاند لا زالت على نفس المسار، نفس الاندفاع، العاند معاندة بكل قوة. سالم بن نايع بن سالم الغفلي يسيطر ويتحكم في زمام الأمور وتتجاوز لائحة منتصف الطريق، بينما مصيحة من الجانب الآخر الجانب المفتوح هناك تتواجد لحميد بن سلطان بالكديدة، أيضا يشارك مع هذا العنوان وعنوان المحليات في اندفاع كبير واندفاع مثير للغاية للثنتين. شوف بينهن وبين الأمطار يعني ما يقارب من 200 متر أمطار، أمطار تحتل المركز الثاني أحمد بن راشد بن غانم المنصوري. أكيد الحذر واجب منها لأنها مسجلة اسمها في الذهب، في الذهب، في الذهب، الشلفة والخنجر والنواميس، والطريق قادم والمستقبل بلا شك أبوابه مفتوحة للجميع بتسجيل أوراقه في أشواط التحدي والتنافس الكبير. مصيحة حلت في المركز الرابع الآن لسعيد بن عبيد الحميري. نشاهد الفروق بين الأبكاء والحول في هذه اللحظات والتوقيت اللي تسجل هذه الذلل في مشاركتها في أول الأشواط، فروق بين المركز الأول والثالث والرابع، بينما أيضا كذلك بين الرابع والخامس هناك فرق كبير وفارق تجمع هذه الانطلاقات ليصبح الجميع في حالة من الذهول. بينما بالخصم يتقدم سلطان بن علي بالخصم الاكتبي، يقدم لنا نواية في هذه المشاركة. رغد تليها على المركز السادس حمدان بن سعيد بن يابر، هنا يقدم كذلك لنا رغد في هذه المشاركة. بنواس مقدما مياسة عبد الله بن علي بن واسة الاكتبي، ولكن مذهلة واصلة، مذهلة واصلة لسلطان من خلال هذه. مبارك بن سلطان بن رفيسة الاكتبي غير، خذ المركز الثامن. المركز التاسع معتادة، معتادة ايضا مشاركة وسجلها حافل بالسيارات والانتصارات لسعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي وبن غاسي العمري، يحتل المركز العاشر. هذه لا زالت النتيجة حتى هذه اللحظات، لا زالت النتيجة حتى هذه اللحظات لهذه الاسماء، ولكن وين الثنتين ما شاء الله، ابتعاد كلي وكبير عن بقية المراكز. الغفلي، الغفلي مسيطر كل السيطرة.
هكذا هي العاند مسيطرة مشاهدينا الكرام. هذه العاند على قائمة الشوط، معاند الجميع ومسيطرة ومفخفخة في مقدمة الشوط بالفخامة والتحدي واللقاء. سالم بن نايع بالشاوي الأغفلي مسيطر وياخذ المركز الأول بكل قوة حتى هذه اللحظات، يعني اندفاعة تلقائية قدمتها العاند حتى هذه اللحظات. شوف بن كديدة في المركز الثاني مع مصيحة، حميد بن سلطان بن كديدة أبو حمدان يقدم لنا كذلك هذا الاسم وهذه المشاركة وهي في المركز الثاني، يعني اندفع عن الثنتين اندفاعة كبيرة عن بقية المراكز وخلن الجميع، لكن غادرا بالانتصار، غادرا يعني في ختام هذا اليوم وتمهيدي هذا الأسبوع الثاني عشر وهن على مقدمة الشوط والمركز الأول. اندفاع تلقائي جميل من العاند ومن مصيحة، من العاند ومصيحة حتى هذه اللحظات الثنتين ما عليهن أي خوف، ما عليهن أي خوف من حد. شوف يعني المسافة الكبيرة اللي حطنها والفارق اللي تواجد في الشوط من خلال هذه اللحظات. أمطار لا زالت في المركز الثالث، أمطار إلى الآن في المركز الثالث لأحمد بن راشد بن غانم المنصوري، يعني تقول اليوم مشاركة فرعية، مشاركة لأجل يعني أن تكون جاهزة للختامي، لختام الشاحانية، يعني مشاركة تجهيز، خلت تدور وتاخذ راحتها يا بندري يا ابو علي، يعني الامور معروفة، الامور محسومة، معروفة في انتصاراتها وتقدم، كل حد معروف مكانته في الشوط يا جماعة. عودة إلى العاند و1200، 1200 على خط النهاية. وهالي مهذب الاتجاه صوبكم، التحية والسلام صوبكم مرة متوجه في هذا الصباح على الهوى مباشر، على الهوى مباشر على دبي ريسنج. هود يا اهل البوب لمبوب، يوم تم الوعد يناكم، حطوا ورشاكم على مهذب واسقوا العطشان من ماكم. مهذب مسيطرة كل السيطرة، سالم بن نايع بن سالم الأغفلي مشاهدينا الأعزاء، بالفعل هذه العاند، هذه اللي تعاند العاند من الأسامي قلنا لكم القوية، الأسامي الرهيبة، الأسامي الفنانة. المركز الثاني مصيحة لا زالت المركز الثاني بينما نسير وتذهب هذه الحول المحليات الأصايل بالسلام وبالتحية وبالكلام بينما القادمة مصيحة في المركز الثاني، أمطار تتحرك في المركز الثالث. الله يعينك يا بن نايع، أمطار قادمة يعني سلولي سلولي، قادمة تتقدم سلولي سلولي، لكن العاند مسيطرة. السلام يمكن يتغير يا هالي مهذب. عموما على كل حال، عموما على كل حال أمطار ولكن العاند مسيطرة، العاند مسيطرة. اصمد اصمد يا بن نايع، اصمد يا بن نايع، اصمد يا بن نايع. اللحظات الأخيرة خلاص، سلام سلام يا مهذب، سلام سلام يا مهذب. جود مورنينج جود مورنينج. سالم بن نايع بالشاوي الأغفلي، أسعد الله صباحك، أسعد الله صباحك الجميل. من المرموم لمهذب مرة مباشرة، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار من بداية الشوط حتى نهايته وهي ثابتة في المقدمة. المركز الثاني أمطار لأحمد بن غانم بن راشد المنصوري، حلت في المركز الثاني. المركز الثالث مصيحة لمالك حميد بن سلطان بالكديدة، بينما المركز الرابع مصيحة الأخرى لسعيد بن عبيد الحميري، حلت في رابع المراكز. مشاهدينا الكرام نذهب إلى توقيت العاند ونطالع ما دار من منافسة بالفعل وتحدي وتشويق على أول الأشواط الصباحية ب 12 دقيقة 41 ثانية أو 43 ثانية وجزء واحد من الثانية. تانينا والناموس لمالك العاند سالم بن نايع بن سالم بالشاوي الأغفلي، تانينا على هذا الفوز والانتصار.